السلام عليكم، شلونك اخوي؟ ان شاء الله بخير، ربي يحفظك. الله يخليك. سؤالي شنو مخالفتك؟ هسه بعيدا عن الدراجه وبعيدا عن كل هذا، شنو مخالفتك؟ صاعد على الرصيف على مود الازدحام والله شوي. على مود الازدحام. الرصيف حق لمستخدمي الطريق، هسه نشوف العالم دا تعبر وتمشي ومن حقها. صحيح. صح؟ صحيح. سيدي. حكينا طويل العزيز، هاي مخالفة خطرة، هذه للمشاط، هذه المشاط يجوز ما منتبه لك ان انت جايب دراجة، هاي اخطر انه ما انت تمشي بالشارع، مواطن رأسا دا يمشي وما منتبه لك رأسا دا يريد ينزل الشارع، ينزل الرصيف، يعبر الشارع، يدخل المحل، انت اجيت وصدمته، هاي خطرة، هاي تأذي ارواح المواطنين، هذا الرصيف حق المواطن. مو إلك أنت أبو دراجة، أنت إلك أبو دراجة، إلك طريق شارع تمشي عليه، هذا المفروض تستخدمه أنت. زين، نعيد سيناريو الموضوع. إن شاء الله. في حال أنت مستخدم طريق وجاء أبو دراجة على الرصيف، كلمتك إليه لأبو الدراجة مو لنفسك. والله كلمته الحق غير. إيه؟ مخالفة صحيح. مخالفة. إيه؟ ازعجك لو لا، تعرقل مسيرك لو لا. إيه طبعًا. صح لوني غلطانة. ممكن أوراقك. أوراق